السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه رسالة لكل شخص مقصر في حق والديه، عبارة عن قصة رائعة فيها الكثير من العبر والمواعظ. هذه القصة كتبين لنا قدرة الله تعالى في إحياء الموتى، وكتبين أن الرجل الصالح لا يخشى على ذريته، وكتبين لنا البر بالأم والنتيجة دياله، والبر هو قضيتنا اليوم. كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير لا وارث له سواه، فلما طال عليه موته قتله ليرثه وحمله إلى قرية أخرى، ثم طالب بثأره. هي هذه يقتل القتيل ويمشي في الجنازة دياله. فذهب القوم إلى سيدنا موسى ليدعو الله ليبين لهم أمر القتيل، ودار الحوار بين سيدنا موسى وبني إسرائيل حول البقرة وشكلها ووصفها. ولقد كان في بني إسرائيل رجل صالح وله طفل وله عجلة، فأتى بالعجلة إلى غيضة أي أرض، وقال: اللهم إني استودعتك هذه العجلة لابني حتى يكبر. ثم مات الرجل الصالح وصارت العجلة في الغيضة أعوام، وكانت تهرب من كل من يراها. فلما كبر الابن كان بارا بوالدته، وكان يقسم الليل إلى 3 أقسام: ثلث للصلاة، وثلث للنوم، وثلث يجلس عند رأس أمه. فإذا أصبح الصبح احتطب على ظهره فيأتي السوق فيبيعه بما شاء الله، وكان يتصدق بالثلث ويأكل بالثلث ويعطي أمه الثلث. فقالت له أمه يوما: إن أباك ورثك عجلة استودعها الله في غيضة كذا، فانطلق فادع إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يردها عليك، وعلامتها أنك إن نظرت إليها تخيل لك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها، وكانت تسمى المذهبة لحسنها وصفوتها. فذهب الابن إلى المكان الذي قالت له أمه عليه، فرأى البقرة ترعى فصاح بها وقال: أعزم عليك بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه، فقبض على عنقها يقودها. فتكلمت البقرة بإذن الله وقالت: أيها الفتى البار بأمه، اركبني فإن ذلك أهون عليك. فقال الفتى: إن أمي لم تأمرني بذلك. فقالت البقرة: بإله بني إسرائيل لو ركبتني ما كنت تقدر علي أبدا. يعني بحال إلى البقرة كانت كتختابره واش يركب بلا الموافقة ديال الأم ديالو. إذن قالت: فانطلق فإنك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق لفعل لبرك بأمك. فلما رجع الفتى إلى أمه ومعه البقرة فقالت له أمه: إنك فقير لا مال لك، ويشق عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل، فانطلق فبع هذه البقرة. فقال الابن: بكم أبيعها؟ قالت له: ب3 دنانير، ولا تبع بغير مشورتي. ونتحدى شي حد في هذا الزمان يبغي يبيع شي حاجة وتجيب ليه كتر ويسمع كلامه. شو سبحان الله العظيم البر فين وصل بهذا الابن. فانطلق بها إلى السوق، فبعث الله له ملكا من الملائكة ليرى خلقه وليختبر الفتى على بره بأمه، وكان الله تعالى خبيرا. فقال الملك: بكم تبيعها؟ فقال الفتى: ب3 دنانير، وأشترط عليك رضا والدتي. فقال الملك: لك 6 دنانير ولا تستأمر والدتك. فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها ذهبا لا أبيعها إلا برضا أمي. فرجع إلى أمه وأخبرها بالثمن، فقالت له: ارجع فبعها ب6 دنانير على رضا مني. فانطلق الفتى ومعه البقرة إلى السوق، وجاءه الملك فقال: استأمرت أمك؟ فقال الفتى: إنها أمرتني أن أبيعها ب6 دنانير. فقال الملك: إني سوف أعطيك 12 دينارا. فأبى الفتى ورجع إلى أمه وأخبرها بذلك، فقالت له أمه:
إن الذي يأتيك هو ملك من الملائكة ليختبرك، فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل. فقال له الملك: اذهب إلى أمك وقل لها: امسكي هذه البقرة، فإن موسى بن عمران سيشتريها منكم لقتيل يقتل في بني إسرائيل، فلا تبيعوها إلا بملء مسكها دنانير، فامسكوها. وقدر الله على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها، فما زالوا يستوصفون حتى وصف لهم الله تلك البقرة مكافأة للابن على بره بأمه فضلا ورحمة، فاشتروها بملء مسكها ذهبا فذبحوها وضربوا القتيل ببعض منها كما أمر الله تعالى، فقام القتيل حيا بإذن الله وأوداجه تسيل دما وقال: قتلني فلان، ثم سقط ومات مكانه فحرم قاتله من الميراث. ما أجمل البر بالوالدين وما أروعه. اللهم ارزقنا برهما واجعلهما يرضيان عنا بعد رضاك عنا يا أحكم الحاكمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.